النسخة الأولى كانت في 2017، ثم في العام الماضي 2018، وقتها حتى كنا منبهرين بالعدد الكبير اللي حاضر، اللي كان وقتها 5000 شاب وفتاة. والحقيقة أنه السنة دي زي ما حضرتك كنت بتقول لا في مضاعفة، يعني في طبعا أعداد أكثر كمان. هو بدأ ب 3000 شاب، تطور إلى 5، ثم تجاوز السبعة يعني. الآن وصل لحدود 8000 بالضبط. وطبعا في كل مرة بيبقى في تناول لموضوعات وقضايا دولية ذات اهتمام طبعا من قبل كل دول العالم والشباب في دول العالم، بيبقى في تطوير طول الوقت. شايف ازاي الحرص على عقد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عام هنا في شرم الشيخ، او يمكن اتكلمنا على المكان، ولكن فكرة تكراره وفكرة انه على طول في تطوير في الاسلوب وفي القضايا اللي بيتناولها. يعني اعود فاؤكد انه يعني هذا المؤتمر في نسخ السابقة ونسختي الحالية لا يكلف خزانة الدولة مليما واحد، تمام، وانه قائم بالأساس على فكرة الرعاة، والرعاة هم شركات وبنوك مصرية. اثنين، فكرة انه منصة دولية للشباب تنطلق من مصر. من المؤكد ان هذا صوت اخر، يعني كثير من وسائل الاعلام العربية وبعض الدولية بتتابع ما يجري، فهذه المنصة وانعقادها السنوي بتوفر اخبارا ايجابية عن مصر في بيئة معادية لمصر، أو يعني لا تريد أن تعكس صورة إيجابية عن مصر، خاصة في بيئة الإعلام الغربي. ولا زال هذا الأمر قائما إلى حد يلزم معه أن احنا نتكلم في بقية الجوانب، لأنه ليس بالمنصات وحدها تتغير الصورة. ثلاثة، هذه المنصة كما قلت من حيث المضمون بتتسع مضامينها. يعني على سبيل المثال هذه النسخة بتتعرض لملفات زي ملف الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، في ملفات متكررة اللي هي تبادل الثقافات، فكرة مسرح شباب العالم عقد في العام الماضي وتكرر عقده في العام الجاري، لكن تبادل الخبرات في ريادة الأعمال وغيرها والشركات الستارتنج الجديدة، أمر قائم عند الشركات الناشئة. ايضا فكره الـ يعني هذا التعارف الواسع الذي يعكس اهتمام مصر بافريقيا. هناك عدد كبير جدا في حدود بالنظره العامه من الشباب الافريقي، وده امر طبعا يعد استطرادا لمؤتمر الشباب العربي الافريقي ولمنتدى اسوان والغيرها من المنصات التي تحرص مصر على اقامتها، فيما يلحظ انه يعني توسع في سياحة المؤتمرات او في المؤتمرات الدولية المختلفة الاغراض، سواء اغراض اقتصادية او اغراض اجتماعية او سياسية او رياضية. تكرار هذه الانعقادات في مصر ايضا بيعطي صورة عكس الصورة التي يريدون ان يصوروا ان ينتهوا اليها، خاصة في سيناء التي يعني لا تظهر في أي إعلام إلا باعتبارها حقلا للخراب والإرهاب وإلى آخره، وهذه صورة مزيفة بالكامل. صحيح. السؤال الجوهري، هل نحن بمقدورنا إن احنا نستفيد بطريقة أرسخ من هذه المنصة التي توفرت، يعني توفرت المقدرة على تنظيمها وتمويلها من خارج خزانة الدولة، وهذا الحضور المبهج الفياض يعني للشباب ومقدرتهم المتطورة على التنظيم، هل بالوسع إضفاء مضامين أكثر تحديدا؟ أنا أتصور أنه جميل جدا أن نتحدث عن الإنسانية وعن رفض التعصب ورفض التنمر وعن تحدي الإعاقة وعن كل هذا جميل في كل وقت وفي أي مكان.